معانا هنا في المهرجان. الله يخليك. كنا عايزين نسألك أسئلة كده بسيطة جدا وناخذ معاك مقابلة بسيطة. ما هو رأيك عن تجهيزات المهرجان حتى الآن مقارنة بالسنين اللي فاتت؟ يعني المهرجان عم يتطور سنة بعد سنة من ناحية عدد المشاركات، المساحة المخصصة لشركات الإنتاج كمعرض، أو من عدد الأفلام اللي مشاركة، الدول اللي مشاركة، فتطور واضح للأمام. وطيب، واختيار فيلم وسط القاهرة امبارح في الافتتاح، هل كان اختيار مناسب في رأيك الخاص، ولا كان ممكن واحد يشوف لك أفلام ثانية؟ أنا في رأيي شخصي ورأيي مهني، رأيي الشخصي أنا بفضل أنواع الأفلام السينمائية، بس وضع سياسي بالعالم العربي في الوقت الحاضر بيفرق حاله. بتقدر تحط السينما شوي على جنب، تحيدها مقابل الحدث الراهن، أهمية الدولين بصنع هذا الحدث اللي صار، فمبررة، خطوة مبررة للمهرجان ناجحة بالريك. جميل. إذا يعني الأفلام الوثائقية تراها أنها تنقل الحقيقة في وضع مثل وضع الراهب بالضبط، وفي فترة قصيرة، فترة زمنية قصيرة. يعني هيدي جانب من الموضوع، بالأساس يفترض يكون عمر الفيلم أطول من الحدث الراهب. العمر المحدد هذا نتركه للتقرير التلفزيوني الإخباري. الناس اللي بيشتغلوا فيلم وثائقي بيشتغلوا نوع بصري غير محدود، لا بزمان ولا بمكان، قادر اي انسان باي زمن يتفاعل معه. طيب، وبما انك انت شغال في شركه الانتاج سولو فيلمز، ما هو كان دوركم بصوره حساسه في المهرجان؟ يعني دوركم في صوره عامه تراها انكم فعلتم ابرزتم شركتكم هنا في المهرجان؟ طبعا المهرجان يعطي فرصه لتعارف الشركات، تعاونوا مع بعضها، وبعتقد مشاركتنا ساعدتنا بانه نبني علاقات شخصيه مع ناس تعرفنا عليهم خلال المهرجان، ان شاء الله العلاقه تستمر بعد المهرجان، علاقات بزنس وتجاريه وتعاون على مشاريع قادمه. فهذا الهدف الاساسي من اي معرض انتاج، وبعتقد نجحت لان بالحد الادنى نحن كشركه قدرنا نحقق هذا الهدف، نعمل تواصل شخصي، نعمل بزنس كمان، يعني نعمل مشاريع مع شركات ثانيه. تمام، والله ما شاء الله، والله الحمد لله، يعني وتشرفتونا بضيافتكم هنا، واشكرك جزيل الشكر، وشكرا جزيلا استاذ محمد. شكرا. الله يخليك.